ليس قصفاً وبعيداً عن الضرب الجوي أو سلاح المسيرات والاستهدافات البعيدة، حزب الله سيبدأ هجومه على إسرائيل براً. هذا ما حذر منه ضباط في الجيش الإسرائيلي حول ما أسموه خطراً محتقاً على إسرائيل بخلاف الرد الإيراني، ويتمثل بتسلل عناصر من قوات وحدة الرضوان النخبوية في حزب الله إلى مستوطنات الشمال الإسرائيلي واختراق مواقع عسكرية داخل حدودها. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أكدت بأن الحزب بمقدوره رفع أعلامه فوق مستوطنة أو موقع عسكري تابع للجيش متاخم للحدود، ويمكنه حرق أبنية قريبة، حيث تتنبه القيادات العسكرية والسياسية لهذا الأمر بحسب ذات الصحيفة التي أشادت بقدرة قوة الرضوان في حزب الله على تنفيذ هذا التسلل بهدف ظهور هذه العملية على أنها نصر كبير لحزب الله. اللافت أكثر وفق تحليل إسرائيلي بأنه منذ شهر تقريباً وخلال عمليات رصد ومراقبة للحدود لوحظ تجمع لقوات بالخطوط الأمامية للحدود تابعة لوحدة الرضوان، وبخلاف ما قد تجره عملية من هذا النوع من توسيع لرقعة الصراع وعلى لبنان تحديداً، إلا أنها تبقى خياراً مطروحاً فوق طاولة إسرائيل التي أكدت بأن من يعتقد أن هذا خياراً مستبعداً فهو مخطئ تماماً.